أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نبتدئ النهاردة بإذن الله الكيدني لكشر رقم 4، فنتوقع لو نبتدئ. أول موضوع عندنا سنظبط القصة شوية. اللي هو التوبولار ترانسبورت ماكسيموم. أي مادة يا ولاد بتبقى اكتيفلي reabsorbed or secreted بتبقى طبعا الاكتيف reabsorption او secretion ده عاوز specific transport system اللي هو carrier وانزيم. وكلنا يعلم ان اي carrier عنده عدد محدود من السايتس يقدر يمسك فيها المادة، فلما كل السايتس تبقى saturated الترانسبورت هيوصل ماكسيمم. هو ده معنى كلمة tubular transport maximum. يبقى tubular transport maximum ده بيطبق على المواد فقط اللي هي actively reabsorbed or secreted، لأنها في الحالة دي بتحتاج إلى specific transport system اللي هو carrier. حتى بيقول حتى carrier عنده ATPase activity لو كنت فاكر، اللي هو ان يعني في انزيم، وان اي كارير خدنا في الانترودكشن في سنه اولى عنده عدد محدود من السايتس ممكن يمسك فيها الماده. فلما كل السايتس يبقوا ساتوريتد الترانسبورت هيوصل ماكسيمم. اذا معلومه تيوبولار ترانسبورت ماكسيمم لا تطبق الا على المواد اللي هي اكتيفلي reabsorbed or secreted. فهناخد مثالين، مثال لمادة reabsorbed ومثال لمادة secreted. وطبعا يفضل ان المثال في المواد اللي reabsorbed او secreted يبقى المادة مش partial reabsorbed، تبقى completely reabsorbed عشان نشوف اقوى قوة للتبيولز انها تعمل reabsorption. وطبعا احسن مثال هنا يا اولاد هيبقى بالنسبة لنا هو الجلوكوز. طبعا في جلوكوز وفي الامينو اسيدز قلنا والاسيتو اسيتات والفيتامينز، كل المواد دي التيبيولز ما بتنزل، المواد اللي هي ذات اهميه غذائيه ما بتنزلهاش في البول، فبتعمل لها ماكسيمم ريابسوربشن. طيب انما احسن مثال يبقى اللي هو التيوبولار ماكسيمم فور جلوكوز، وده بنسميه على فكره مشهور جدا وهو ده الموضوع المهم، اسمه تي ام جي، وهي اختصار tubular maximum for glucose. انا الحين اعمل لكم رسمه صغيره هتوضح لكم المعنى. انت عارف في مثل بيقول صوابعك مش زي بعض، ده definitely يعني المثل بيقول لنا يا اولاد ان عدد الاصابع مش متساوي، في صابع طويل وصابع قصير. احنا عندنا في كل كليه 1.3 مليون نفره، ما هماش قلنا كل نفرون بيشتغل كوحده مستقله بذاتها، ما هماش متساويين في الطول، في قصير وفي اطول وفي اطول، وكل زي ما بنقول كل برغوت على قد دمه. فالتيبيولز القصيره عندها عدد اقل من الكارير، الاطول عندها عدد اكتر، الاطول عندها عدد اكتر. اذا الريابسوربتيف باور بتاعه القصير مختلف على الاطول، مختلف على الاطول. انما انا عشان خاطر ما يعني ما ندخلش في متاهه، انا هركز في التاس. فهفرض ادي
يعني قصادي راسم 3 نيفرونز، طبعا احنا عارفين هم 1.2 مليون نيفرون، ده اقصر نيفرون. اقصر نيفرون لما كل الكارير بتاعته تبقى ساتوريتد، ده بيحصل لما الجلوكوز ليفل في الفينس بلاد يبقى 180 ميلي جرام، تمام؟ انما اللي هي ده في الفينس، انما طبعا احنا ليه بنقول فينس يا اولاد؟ لان احنا بناخد العينات من الفين، لكن طبعا احنا عارفين ان الجلوكوز في الارتيريال بلاد هيبقى اعلى شويه، لان طبعا الكلى بتستخدم جلوكوز، فالجلوكوز في الارتيريال بلاد اذا كان في الفينس 180، بس دي العدد الاهم لان احنا العينات في الطب بناخدها من الفينس بلاد، هيبقى في الارتيريال بلاد الرقم المناظر هيبقى 200 ميلي جرام بيرسنت. خلاص، يبقى اقل نفرون ممكن تمتص، يعني تبقى ساتوريتد تماما لما الجلوكوز ليفل في البلاد في الفينس بلاد يوصل 180 ميلي جرام بيرسنت، اللي هو يعد في الارتيريال كام؟ 200 ميلي جرام بيرسنت، وده يمثل اضعف نفرون اللي هو المينيمال ريابسورتيف باور اوف ذا نفرون. بينما اقوى نفرون، اطول نفرون، هتبقى الكاريرز بتاعته ساتوريتد وتوصل للماكسيمم ريابسوربشن لما الجلوكوز ليفل يبقى، شوف هنا رقم مش هنقسمه فينس وارتيريال، 375 ميلي جرام بير مينيت في الميل. طبعا النفرون بتاعت الفيميل اقصر شويه، فاكبر نفرون في الفيميل بيبقى كومبليتلي ساتوريتد لو دخل النفرون 300 ملي جرام جلوكوز بير مينيت. طبعا يمكن انت هتسالني ليه الرقمين دول محسوبين بيرسنت انما الرقمين دول محسوبين بير مينيت. هنشرح ده باذن الله في محاضره البلازما كليرانس. كلنا عارفين ان في حاجه اسمها رينال ثريشولد الجلوكوز. يعني ايه رينال ثريشولد؟ اقول لك تعريفه، يعني البلازما جلوكوز ليفل ان بلاد اباف ويتش، اللي فوقه الجلوكوز ابييرز ان يورين. طب ده توافق مع ايه رينال ثريشولد ده؟ مع اقل ريابسورتيف باور في الكيدني، اضعف نفرون. يبقى اضعف نفرونز بيمثله، افتح ودانك، الرينال ثريشولد اللي هو لو تخطيت مقدرته الجلوكوز ده هيظهر في البول اللي هو بلو لازر. وانا قلت معلومه مهمه قوي يا اولاد، ان مفيش نفرون بيتعاون مع نفرون اخر، غلطه النفرون ده ما يقدرش يصلحها لجنبه. يبقى اضعف نفرون المينيمال ريابسورتيف بار بتمثل الرينال ثريشولد، بينما اقوى نفرون هما اللي بيمثلوا التوبولار ماكسيمم فور جلوكوز. يبقى فهمت القصه؟ يبقى تاني في عجاله، يبقى النفرونز داخل الكليه ليست متساويه في الاطوال، وعليه ليست متساويه في كميه الكارير، وعليه ليست متساويه في مقدره الريابسوربشن. اضعف نفرون اللي بيمثلوا المينيمال ريابسوربتيف بار دول لو تخطتهم هيبتدي الجلوكوز يظهر في البول ويمثلوا رينال ثريشولد، بينما اقوى نفرون بيمثلوا التوبولار ماكسيمم فور جلوكوز. يبقى فهمت اللعبه؟ طيب تعالى بقى نرجع تاني للقصه بتاعتنا. يبقى انت فهمت منين جت كلمة رينال ثريشولد ومنين جت كلمة تي ام جي. يبقى الرينال ثريشولد اهو قصادك، اللي هو ايه تعريفه بقى؟ نقرا مع بعض، اللي هو البلازما كونسنتريشن اباف ويتش، اللي فوقها السبستنس ابييرز ان يورين. امتى الجلوكوز هيزيد لحد كام في الدم عشان يظهر في اليورين؟ قلت فوق 180 ملي جرام دي ال، يعني دي سيليتر على برسنت في الفينس بلاد، وده الرقم الاهم. انما تبقى فاهم
ان هو في الارتيال بلاد اعلى شويه لان الجلوكوز بيدخل عالي شويه في الارتيال بلاد، الكليه بتستهلك اللي عاوزه بيرجع في الفينس اقل. الرقم ده يا اولاد تحفظه صم، مفيش دكتور في العالم ما يعرفش الرينال فريشر اللي هو البلازما كونسنتريشن اوف جلوكوز اللي فوقيها الجلوكوز هيظهر في البول. ليه؟ لان تخطينا مقدره اضعف نفر اقل نفر، تخطينا المينيمال ريابزورتيف باور. لكن هذا لا يعني ان في نفر تانية تقدر تمتص اكتر. اقوى نفر في الكليه بتتشبع تعمل ماكسيموم ريابزوربشن لما مستوى الجلوكوز يبقى 375 ملي جرام بير مينيت في الميل او 300 ملي جرام بير مينيت في الفيميل، لان قلت النفرونز بتاعت الفيميل اقصر قيمه ولا يسموه التي ام جي. طيب يبقى التوبولار ماكسيمم فور جلوكوز بيميجر الماكسيمم ريابزورتيف باور اوف ذا نفرون. طب عاوزين بقى ماده تانية تقيس لي السكريشن، فالتوبولار ماكسيمم فور بارا امينو هيبيوريك اسيد او بنسلين. البارا امينو هيبيوريك اسيد دي الصبغه اللي بيستخدموها وماده في الكليه بيحصل لها ماكسيمم سكريشن، والبنسلين كمان بيحصل له ماكسيمم سكريشن. فلو قست اقصى سكريشن الماكسيمم سكريتوري باور للبارا امينو هيبيوريك اسيد او البنسلين يبقى ده بيقيس لك السكريتوري باور اوف ذا نفرون. طيب يبقى خلصنا ان المواد اللي بيحصل لها اكتف ري ابسوربشن او سكريشن لازم يبقى عندها ماكسيمم. ليه؟ لانها بتحتاج كارير، والكارير عنده عدد معين من السايتس، لما هيتملوا كلهم يحصل ساتوريشن يبقى وصلنا الماكسيمم. ما تقدرش الكليه تري ابزورب اكتر من كده او تسكريت اكتر من كده. وعرفنا اقصى قوه للري ابزوربتيف باور للنفرون جبناها منين؟ قسنا التيوبولار ماكسيمم لماده بيحصل لها complete reabsorption، واشهر مادة هي الجلوكوز. فبقى التوبولار ماكسيمم فور جلوكوز التي ام جي بيقيس الماكسيمم ريابزوربتيف باور اوف نفرون. بينما ازاي قسنا الماكسيمم سكريتوري باور؟ جبنا مادة بيحصل لها ماكسيمم سكريشن زي البارا امينو هيبيوريك اسيد او البنسلين، فدي بتقيس لنا التوبولار ماكسيمم باور فور ذا نفرون تو سكريت. وما نلخبطهاش في حالة الجلوكوز مع رينال ثريشولد. قلنا ايه الفرق؟ رينال ثريشولد بيمثل اضعف نفرون اللي لو تخطيتها الجلوكوز يبتدي يظهر في البول، انما التي ام جي بيمثل اقوى نفرون. طيب نيجي الحتة التانية، كل ده شافه يا اولاد مش نظري ولا حاجة. طب لو مواد ما بيحصل لهاش اكتف ترانسبورت انما بتبقى ري ابزوربد بالديفيوجن، طب ديفيوجن ده باسيف ما فيهوش كارير، يبقى ما فيش حاجه اسمها ساتوريشن، امال ايه القواعد اللي هتطبق هنا؟ فكر معايا. يبقى الديفيوجن ريت هيتاثر بشيئين، بالكونسنتريشن جريدينت، كل ما فرق التركيز زاد معدل ديفيوجن هيزيد. وهنا مفيش ماكسيمم، فكر كل ما الكونسنتريشن جريدينت يزيد الديفيوجن يزيد، مفيش ماكسيمم هنا. يبقى المواد اللي هي بيحصل لها ديفيوجن يعني باسيف ترانسبورت ملهاش ماكسيمم، لان يعني مفيش كارير وبالتالي مفيش سايتس هتبقى ساتوريت. طب في عامل تاني هيأثر، التايم، كل ما تقضي وقت اكتر يبقى في فرصه انك تعمل لها ري ابزوربشن او انك تعمل لها سكريشن. يبقى المواد الاكتف عندها كارير لما يبقى ساتوريتد هنوصل ماكسيمم. طب المواد اللي هتبقى هتعدي باي ديفيوجن باسيفلي هيتحكم فيها حاجتين وملهاش ماكسيمم. كل ما زاد الجريديان فرق التركيز تعدي اكتر، فرق التركيز تعدي اكتر الى ما شاء الله، او كل ما زاد التايم اللي قاعداه في الكليه. طيب لما نيجي نطبق الكلام ده على الصوديوم يا اولاد، ايه رايك انت؟ الصوديوم ده
قلنا هو القاطرة، ده بيستهلك 90% من طاقة الكدني، ده هو البرايمري اكتيف ريابسوربشن. يعني بيحصل له برايمري ايه اسمع الكلمة اكتيف. يبقى مفروض نطبع عليه انهي قانون؟ الصوديوم primary actively reabsorbed، يبقى مفروض يطبق عليه التوبولار ترانسبورت ماكسيمم. ادام اكتيف يبقى فيه كارير، الكارير ده هيبقى سيتريشن. اهم حاجه بقى وهتذهلنا دلوقتي، ان الكلام ده صح في الديستال كونفليتيبيول. في الديستال كونفليتيبيول الكارير ممكن يبقى ساتوريتد للماكسيمم وبعد كده ما يقدرش يابزورب صوديوم ويسيبه، بينما لقينا في البروكسيمال تيبيول اللي بينطبق على الصوديوم مش تيبولار ماكس، مع انه في البروكسيمال برضه بيبقى برايمري اكتيف ري ابزوربد. عارف ليه؟ انا قعدت افكر فيها، قلت الصوديوم ده اهم ماده، هو القاطره اللي بتشد كله، فازاي بنطبق عليه القاعده بتاعه المواد اللي هي باسيف اللي ملهاش كارير، ان كل ما زاد الجريدينت وكل ما زاد التايم. انا هقول لك الحل سهل جدا، هما مش قادرين ينطقوه حتى في امهات الكتب الاجنبيه، انما انا هقوله لك، ان ربنا خلى الكارير انليميتد في البروكسيمال كونفليتيبيول، بحيث مهما حصل فلتريشن لكميه صوديوم كتير اندر نو كونديشن عمر ما هيحصل لهذا الكارير انه يبقى ساتوريتد. عارف ليه؟ لانه لو بقى ساتوريتد مش هقدر امتص الصوديوم. وفكر معايا، ولو ما امتصتش الصوديوم ولو توقفت القاطره توقف بدوره كل شيء اخر. عشان كده ربنا في البروكسيمال كونفيتيتيبول اللي بيمتص فيه 65% من الصوديوم، تلتين الصوديوم وهو يمثل القاطره، خلى الكاير نيفر ساتوريتد. وعشان كده من اغرب الحقائق في الكيدني ان الصوديوم مع انه اكتيف لري ابزوربد في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول لا يطبق عليه الترانسبورت ماكسيمم، وانما يطبق عليه الديفيوجن. كل ما التركيز يزيد والتايم يزيد. طيب ننتقل بقى لاول سؤال نظري خفيف قوي. احنا قلنا ان في الكليه يا اولاد الجلوميرولس كابيلاري بيعمل فلتريشن ل 125 سنتي، مين بيمتصهم 124 منهم؟ البيريتيوبولار كابيلاري. فتعال نشوف الحاجات اللي بتحكم، اهي نشوفها مع بعض. الري ابزوربشن باي بيريتيوبولار كابيلاريز، خلاص؟ حتى انا قلت اكبر لكم الرسمه شويه، ده سؤال نظري. الري ابزوربشن by the peritubular capillary، بس افهم الرسمه الاول، فانا كبرتها لك هنا عشان نشوفها كويس. ده هنا اليومن زي ما اتفقنا، وده التوبولار سيل، وهنا البيريتوبولار كابيلاري. بس انا كل اللي عملته ان المسافه بين السيل والبيريتوبولار كابيلاري، لان هي دي التعنين اللي هي الانترستيشيوم، كبرتها. قلت وبقول وهقول تاني يا اولاد، البيريتوبولار كابيلاري كما الجلوميرولر كابيلاري اذا كابيلاري، كام فورس يتحكم في الفلتريشن او ري ابزوربشن؟ قلنا 4. بينقسم بكام طريقه؟ قلنا الى ثنائيات، 2 فلترينج و2 ري ابزوربنج، دي طريقه. طب في طريقه تانية، 2 موجودين جوه الكابيلاري و2 بره الكابيلاري، في الحاله دي هيبقوا في الانترستيشن. طب طريقه ثالثه واخيره، 2 كولويدال اوزموتيك بريشر، اديني بشاور عليهم بالليزر، و2 هيدروستاتيك بريشر. يبقى حلوه. تاني، اي كابيلاري في جسمك الفلتريشن او ري ابزوربشن منه يحكمه 4 قوى، 2 فلترنج و2 ري ابزوربنج، 2 كولويدال اوزموتيك بريشر، و2 هيدروستاتيك بريشر، 2 جوه الكابيلاري و2 بره الكابيلاري. تعال نطبق ده بقى على البيريتوبولار كابيلاري، ده سؤال نظري، اول سؤال نظري عندنا هنا. طيب
نشوف الفلترينج فورسز اللي هما باللون الاحمر ايه اللي هيطلع المايه بره الكابيلري، الهيدروستاتيك بريشر في الكابيلري. يعني تخيل كده ادي الكابيلري، كل ما الضغط زاد داخل الكابيلر ما عاوزه تخرج، يبقى الهيدروستاتيك بريشر في اي كابيلري ده فلترينج فورس. ومقداره قد ايه؟ ومقداره في هذه الحاله الهيدروستاتيك بريشر اوف كابيلري مقداره 13 ملم مركبي. خلاص، لانه البريتيوبلر كابيلري ده بيمثل في الكابيلري بتاع السيركوليشن. فاكر الكابيلري في السيركوليشن الارتيريال اند كان ناحيه الارتيكال بريشر عنده عالي، ناحيه الفين البريشر عنده قليل، فده عنده قليل 13. لما قارنه بالجلوميرولار كابيلري كان الهيدروستاتيك بريشر، اعلى هيدروستاتيك بريشر كابيلري هو 60، هنا 13. طيب البلازما بروتين اللي موجوده في الانترستيشال فلويد هتشد الميه، يبقى دي 100% برضه فيلترنج فورس اللي هي كولويدال اوزموتيك بريشر اوف انترستيشال، ومقدارها 15. يبقى مجموعهم 13 و15 يبقى 28. تعال بقى نشوف الري ابزوربتيف فورس. اهم ري ابزوربتيف فورس عاوزه تشد الماء ناحيه الكابيلري اللي هو الكولويدال اوزموتيك بريشر وبلازما بروتين، وده الرقم الوحيد اللي خدناه المره اللي فاتت كان 32. الكولويدال اوزموتيك بريشر وبلازما بروتين 32. طيب والهيدروستاتيك بريشر في الانترستيشن، البريشر انترستيشن بيزق الميه ناحيه الكابيلري بيساعد ايه الري ابزوربشن، ومقداره 6. يبقى الري ابزوربينج فورس هنا كام؟ 6 و32، يبقى 38. طب والفلترنج 28. يبقى مين اقوى يا اولاد، الاسود ولا الاحمر؟ الاسود الري ابزوربينج فورس 38 بينما الفلترنج فورس 28. يبقى النت فورس كام؟ الفرق بين 38 و28 يبقى 10 ري ابزوربينج فورس، وهو المطلوب، لان مطلوب ان الميه اللي حصل لها فلتريشن من الجلوميرولار كابيلري، لان هناك كان الفلترنج فورس اقوى بمقدار 10، يحصل لها ري ابزوربشن في البريتيوبولار كابيلري. ولو خدت بالك نفس الرقم النت فورس برضه هنا 10. وعشان كده كنت قلت لك في الجلوميرولس بيحصل فلتريشن ل 125 اللي هو جلوميرولار فلتريشن ايه؟ قلنا بنفقد منهم تقريبا سنتي واحد وبنعيد امتصاص 124. دلوقتي بس فهمت ليه؟ لان المين فلترنج فورس هناك كانت 10، وهنا النت ريابزوربينج فورس 10. يبقى النت فلترنج فورس هناك 10 والنت ريابزوربينج فورس هنا 10. عشان كده الكميه اللي فلتر تقريبا هي الكميه اللي ريابزوربد، هناك بيفلتر 125 هنا بيريابزورب، ما فرقتش 124 وبنفقد واحد بس. ده سؤال نظري يا اولاد، انك انت قول البريتيوبولار كابيلري الفورس اللي عندها 4، واوعى تنسى في الحالتين والا هيبقى كلامك غلط، وضب اعدادك بحيث يطلع النت فورس 10 فلترين في الجلوميرولار كابيلري و10 ري ابزوربين في البريتيوبولار كابيلري. واقولهم في عجاله تاني، الفلترين طبعا بريشر جوه الكابيلري الهيدروستاتيك بريشر الكابيلري عاوز يخرج الماء بره الكابيلري 13. طب البروتينات اللي بره الكابيلري في الانترستيشن فلويد كولويدال اوزموتيك بريشر انترستيشن عاوز تشد الماء بره الكابيلري 15. 13 و15 يبقى 28. بالعكس ري ابزوربينج فورس، اهم ري ابزوربينج فورس اللي هو كولويدال اوزموتيك بريشر بلازما بروتين 32، وشويه البريشر بتاع الفلويد اللي هنا عاوزه تزق الميه ناحيه الكابيلري اللي هو الهيدروستاتيك بريشر اوف انترستيشن 6. يبقى 32 و6 يبقى 38، وقلنا الثانيه كانت 28، يبقى النت فورس كام يا اولاد؟ 10. ده كان السؤال اقل اهميه. انتقل للسؤال الاكثر اهميه وهو صوديوم ريابزوربشن، او بيجي بطريقه ثانيه صوديوم هانجلينج. يعني ماذا يحدث رينال صوديوم هانجلينج؟ كيف تتعامل الكليه مع الصوديوم؟ ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي حالا، تعامل الكليه مع الصوديوم. الاول انا بس عاوز اشوف
الرسومات اللي قبل كده. وصلنا للحراسه. لو جالك سؤال الاول عاوز تامل خاص بالعبد الله، مش عارف كده يعني خطر في بالي ان اهم ماده في الكليه هي الصوديوم، هي القاطره اللي بتشد كل حاجه وراها، كل حاجه سكندري للصوديوم ريابزوربشن. وبعدين تاملت كده قلت يعني البحار اللي بتغطي 7 8 المسكونة أهم ملح فيها هو مين؟ أهم صولت فيها هو مين؟ صوديوم. سبحان الله، هل ليس مصادفة أن أهم مادة في الكدني القاطرة اللي بتشد كل حاجة هي الصوديوم، وأهم ملح في البحار برضو هو الصوديوم؟ مجرد خاطر جه على بالي لما يجي لك سؤال تكلم على الصوديوم هاندلينج. ده سؤالين أكشن، هتشرح ماذا يحدث في الأجزاء الأربعة في النيفرونز في جزء، وفي سؤال تاني يقول لك factors affecting sodium excretion. يعني ممكن يجي لك الهاندلينج سؤال أو الفاكتور أو الريابزوربشن ميكانيزم أو يقول لك الفاكتورز. طيب وما عشقت مثل عشق النظام، عشان تاخد مش الفول مارك، أكتر من فول مارك شوية، لازم تبتدي بمقدمة من 4 نقاط. أنت ساعدني في الأرقام فيها. الـ4 نقاط فيهم 3 أرقام وفيهم معلومة. 3 أرقام: الصوديوم اللي هو بيبقى primary active reabsorbed في الكيدني بيستهلك كام في المية من طاقة الكيدني؟ أنا سامعك أهو، 90%، 90%. طيب النقطة التانية، الصوديوم بنمتص منه قد إيه؟ من 96% ل99%، أي بنفقد من 1 ل4%. ده تاني رقم. طيب تالت نقطة، إيه أهمية الصوديوم؟ إن هو ده أهم أزموتيكالي أكتيف آين في الدم. يعني ده أنا قلت الأزموليتي أوف بلاد، الأزموتيك بريشر بلاد في ملحوظة برضو طريفة 290، سببها الصوديوم وماسك في حاجة تانية. ما هو الصوديوم اللي هو الكاتاين ماسك في انايد بوزيتيف، ما لاحظتش ان تركيز الصوديوم، وده رقم مهم جدا في الطب، 145 ملي اكويفالنت بير لتر، يعني نص الاوزمولاريتي اوف بلاد. ما هو الاوزمولاريتي 290، نصها 145، يبقى ده اثبات قاطع دامغ ان الصوديوم ده اهم واحد. صوديوم 145 وهيمسك بعد كده مع كلورايد او بايكربونيت او حاجات تانية، المهم هو واحد بوزيتيف وحاجات نيجاتيف ماسكه فيه، بيتشاطر الاوزمولاريتي بلاد. ده اهم ايون مسؤول عن الاوزمولاريتي. رابع حاجه، مش رقم انما معلومه انت حافظها احسن مني، البرايمري الصوديوم في كل النيفرون از برايمري اكتيف ري ابزوربد اكسبت في حتة واحدة بس ما بيبقاش اكتيف لري ابزوربد. فاكرها؟ لو طالب قال اللوب اوف هيرل ده ما يبقاش من الاوائل، الثين بارت اوف لوب اوف هيرل. ففي الثيك الثين ديسندنج ما بيمتصش خالص لانه ما فيش صوديوم شانلز. طيب في الثين اسندنج الحتة الصغيرة دي بيمتص باسيفلي. يعني تاني، وانا عاوز الزملاء، انا عارف انهم بيسمعوني، عاوزهم يستفادوا كويس، الصوديوم is actively reabsorbed في كل النفرون ما عدا فين؟ ما نقولش loop of Henle، نقول thin part of loop of Henle. طيب اللي بعض الزملاء الاصغر سنة مش واخدين بالهم ان thin part ده فيه جزء descending وجزء ascending. الجزء الديسندنج لا بيمتص لا اكتيفلي ولا باسيف، مطش خالص لان there is no sodium channel. الثين اسندنج بيمتص باسيفلي. دي كانت مقدمه من 4 نقط، تعال نعيدها تاني في عجاله.
يبقى الصوديوم بياخد 90% من طاقة الكلية، لان ده اهم واحد، ده القاطرة. الصوديوم بنمتص منه من 96% الى 99%، وهنفقد 1-4%، بيعاد لما يبقوا كتار قوي 400 ملي اكويفلنت. وبعدين تالت معلومة، ان الصوديوم لوحده مسؤول عن نص الاسمولاليتي اوبلات، بدليل الرقم بتاعه 145 بينما الاسمولاليتي 290. رابع معلومة مش ارقام، يبقى اول معلومة 90% من الطاقة، 90% 96 الى 99 بيمتصه، بيمثل 90% من الاسمولاليتي. رابع معلومة مش طاقة، ان الصوديوم في كل النفرون، في كل النفرون is active reabsorbed ما عدا، انا بسمعكم ما تقوليش loop of Hennel، مع شبت مثل عشق للدقة thin part of loop of Hennel، وقلت الثين descending لا active ولا passive، ما فيش خالص صوديوم channel. اللي انت شايفه ده مية، ده مش صوديوم، متلخبطش. اما في الثين ascending، ده الحتة الوحيدة اللي متص فيها passive. نيجي في الباقي actively بقى. يبقى بعد ما تقول المقدمة دي بالاربع نقاط، تتكلم على كيف تعاملنا مع الصوديوم في اربع اجزاء. يبقى اربعة نقاط مقدمة واربع اجزاء، ده من اصعب الاسئلة لأنه هو قاطرة. تدي أول جزء وهو الأهم، في البروكسيمال تيبيول بنمتص 65% من الصوديوم. فين في البروكسيمال؟ احنا ده أهم مادة، مش في البروكسيمال، في أول حتة، في الفيرست هاف، في الايرلي بارت اوف بروكسيمال تيبيول، في النص العالي البروكسيمال بناخد 65% من الصوديوم. وبناخدهم ازاي يا اولاد؟ قلناه، تعالى تشرح لنا هنا خدناهم ازاي. لازم تقول لنا انه الصوديوم بيعدي تو بوردرز، لو كنت فاكر اهو تو بوردر، همسكها لك حتى كده عشان تبقى اقوى وواضحه اكتر، باين احسن. فالصوديوم عند اليومينال بوردر، قلنا ربنا الحد الادنى في الاسراف بيدفع في ماده واحده اللي هي الصوديوم عند بوردر واحد، فعند اليومينال بوردر بيعدي اللي هو باي ديفيوجن along electrochemical gradient. اما عند البيزولاترال بوردر بيعدي باي مش اكتف ترانسبورت، برايمري اكتف، هو اللي مدفوع فيه الطاقه، 90% من طاقه الكليه في الصوديوم. يبقى تشرح في البروكسيمال يعني ايه بيمتص ببرايمري اكتف ترانسبورت، مش معناها ان بيمتص عند التو بوردرز اكتف، عند اليومينال بوردر باي ديفيوجن فروم هاير تو لور، من بوزيتيف رايح لنيجاتيف، يبقى لونج الكتروكيميكال جريدينت. انما عند البيزولاترال بوردر برايمري اكتيف ترانسبورت. طيب وبعدين تشرح لنا الريزلتس بتاعه الري ابزوربشن. قلنا القاطره دي وراها ثلاث عربيات قطر، اول قطر في حاجات بيحصل لهم سيم بورت، سيم يعني مع، او كو ترانسبورت اللي هي مجموعه اهي وتقولها بارقامها مين اللي مشدود مع الصوديوم، عشان كده في نفس المنطقه في الفيرست هاف في الايرلي بارت اوف بروكسيمال تيبيول، ادام مع يبقى لازم معاها، هي في الفيرست بارت يبقى هو في الفيرست هاف، يبقى هو في معاهم في الفيرست هاف. وبنقسمهم الى ثلاث مجموعات، المواد اللي ذات اهميه غذائيه كما الجلوكوز والامينو اسيد، وبقول للزملاء الاصغر في حاجات تانية مش موجوده في كتبنا اللي هي زي الاسيتو اسيتيت والفيتامينز، كل دول 100% ري ابزورب. عد معايا نمره واحد، اول عربيه فيها ثلاثه. طيب المينرال زي الكالسيوم والبوتاسيوم كو ترانسبورت سيم بورت يعني مع، سيم يعني متصل، كو يعني مع، 65% نفس الرقم، دي تاني حاجه. ثالث حاجة البايكربونيت 85% بيمتص مع الصوديوم، اللي قلت ان ده هيبقى نفس الرقم بتاع الهيدروجين، دي اول عربية. طب تاني عربية بقى، بعد امتصاص الصوديوم هيجري وراه مين؟ هيجري وراه، بس خد بالك بعد عشان كده دي مش في الفيرست هاف، دي في السكند هاف، يعني بعد ما امتصيت الصوديوم، الصوديوم هو ماشي بوزيتيف هنا، هيروح شادد وراه كلورايد نيجاتيف، نفس الرقم باسل دي 65%. صوديوم كورايد شد وراه ميه 65% باي اسموزس، لما تشد انت يشد ميه
كلورايد ويشد يشد كلورايد ويشد ميه، اليوريا هنا في اليومن هتتركز، فنص اليوريا ترجع، نسمي ده باك ديفيوجن. ثالث واخر قاطره وهي الاهم، ان في جسم لا ينتج غير اسيدز لابد بالتخلص من الهيدروجين. معظم الهيدروجين لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، 85% من الهيدروجين بنتخلص منه كاونتر ترانسبورت مع الصوديوم، ناخد الصوديوم ونطلع عوض عنه هيدروجين، 85% من الهيدروجين. وعشان كده قلت ان كل ايون هيدروجين بيبقى سكريتد بناخد قصاده ايون بايكربونات، يعني اللي بيمثل الكازير، بنرمي الاسيد الهيدروجين وبناخد الكازير اللي هو البايكربونات 85%. ادي اصعب حته، كيف تم التعامل مع الصوديوم في البروكسيمال تيبيول. الاول تشرح الميكانيزم واللي قلناه اوريدي في الاندوكراين، ان عند اليومينال بوردر باسيف باي ديفيوجن الون ولا صح الكتروكيميكال جريديانت، عند البيزولاترال بوردر بيبقى اكتف بالبرايمري اكتف ترانسبورت. اهي مره اخرى، يبقى هنا باي ديفيوجن الونج الكتروكيميكال جريديانت، ده عند اليومينال بوردر، اما عند البيزولاترال بوردر برايمري اكتف ترانسبورت. وبعدين تقول ان احنا امتصنا 65% من الصوديوم، توابع الصوديوم 3، اكبر عربه قطار هي العربه الاولى، كو ترانسبورت مع الصوديوم، خد كميه حاجات كتير قوي، نقسمها بطريقه سهله لثلاث مجموعات. المواد ذات اهميه غذائيه والمثال جلوكوز وامينو اسيد 100%، ما حدش بيرمي غذاء، ما حدش بيرمي حاجه مفيده، ورقه خلق خالق قوه عاقله. تاني حاجه في العربيه الاولى بناخد بوتاسيوم وكالسيوم بنفس النسبه 65%. ثالث حاجه بايكربونات رقم ثالث بقى 85% اللي هو زي رقم الهيدروجين. ده مع الصوديوم، مع خد بالك كو ترانسبورت سيم بورت، يبقى هو كمان في الفيرست هاف. بعد ما خدت انت صوديوم بوزيتيف، الصوديوم هيسحب وراه مليومن، يسحب وراه صوديوم خدناه، هيسحب وراه كلورايد نيجاتيف 65%، يسحب وراه ميه بالاسموز 65%، اليوريا تركزت في اليومن، فنصها هيرجع باي باك ديفيوجن، وقلت هقولها في اوانيها. طيب ده الجزء الاول هو اصعب جزء، انتقل الجزء الثاني بقى في اللوب اوف هانل. ايه اللي بيحصل في اللوب اوف هانل؟ تشرح تقول لنا انه في والكلام ده للزملاء الاصغر سنا، انا عارف التفصيلات دي مش واضحه في اذهان الكسالين، اسمعوني كويس. في الثين ديسندنج قلنا لا اكتف ولا باسف لان مفيش صوديوم شانلز. في الثين اسندنج باسف، دي الحته الوحيده اللي باسف. طب الثيك اسندنج بيحصل حاجتين بقى، سيم بورت في كارير هنا بيشيل اربع حاجات، بيشيل واحده صوديوم بوزيتيف، واحده بوتاسيوم بوزيتيف، واثنين كلورايد، وفي انتي بورت زي هنا بالظبط، بيشيل بياخد واحده صوديوم ويرمي واحده هيدروجين. يعني في الثيك اسندنج في حاجتين، اشهر كارير بروتين بيشيل اربعه، اثنين كلورايد واحده صوديوم واحده بوتاسيوم، وفي واحد تاني وده بيمثل كام، بياخد لي كام في المية من الصوديوم في الثيك اسندنج 25%، واحد تاني بيرمي هيدروجين. طب اللي بنرمي الهيدروجين عمرنا ما ناخده، لازم نرمي اسيد وناخد صوديوم، يبقى ده انتي بورت او كاونتر ترانسبورت. تمام، ده في اللوب اوف هانل. طيب ننتقل الجزء الثالث في الديستال كونفوليوتد تيبيول، حاجه ثالثه خالص، بناخد صوديوم مع كلورايد سيم بورت، بس صوديوم واحد مع كلورايد واحد، مفيش اربعه زي الاسندنج، صوديوم مع كلورايد، وده 5%، يبقى وصلنا 65 مع 25 يبقى 90، وصلنا 95%. نيجي بقى في الكولكتنج تيبيولز في البي سيلز اللي هي انتي بورت، بتاخد صوديوم 3 صوديوم وترمي 2 بوتاسيوم، عندك من 1-4%، وده تحت تأثير الألدوسترون لأنه في الآخر فاينل أدجستمنت، ضبط نهائي. يبقى الأذكياء برضو وللزملاء الأصغر سنا، يبقى واضح إن الألدوسترون مهاش هو الأهم في امتصاص الصوديوم، ده الألدوسترون بيتحكم في 1-4%، حتى اكتبها لك هنا
1 to 4 انا مكتوبه 4 هي طبعا من 1 ل 4% ادي امتصاص صوديوم واحد من اصعب الاسئله واي جس ان في كثير من الناس اول مره بيعرفوا التفصيلات دي بالظبط يبقى بعد ما قلت مقدمه من اربع ارقام هتقول الاربع اجزاء هقول بس الفكره بتاعتها تاني اهم جزء ربنا علمنا سبحان الله قوه عاقله لا تؤجل عمل اليوم الى الغد معظم الصوديوم وهو القاطرة اللي هو أهم ملح في الكلية بنشتغل عليه اللي هو أهم ملح في الدنيا في البحر ودي قلت مجرد حاجة لاحظها لعبد الله تلتين الصوديوم 65% في الصوديوم مين فين مش في البروكسيما في الايرلي هاف اوف ذا بروكسيما ولي أو كنتيجة لي الريزلتس ثلاث عربات أكبر عربة اللي هو الكوترانسبورت في الفيرست هاف المواد ذات اهميه غذائيه 100% المينرالز بوتاسيوم وكالسيوم 65% الهيدروجين 85 تاني قاطره بقى بعد الصوديوم يعني بعد ما خدت صوديوم تاخد وراه عشان كده دي في السكند هاف ناخد كلورايد الصوديوم بوزيتيف يسحب وراه مش معاه ده معاه يبقى لازم في نفس الحته ده ما ده وراه كلورايد بايك بعدين 65% نفس الرقم وراه ميه باسموزيس 65% خد مية كتير اتركزت اللي راجع نصها بالباك ديفيوجن الجزء الثاني لوبو فينل صعب بس ركز معايا اللي مش هيعرف معايا عمره ما هو فاهم كدني ده عاوز يشتغل بعد كده يورولوجي الثين ديسندنج انسى الصوديوم مفيش صوديوم تشانلز الثين اسندنج هي دي بقى الوقعه في الام اس كيو دي الحته الوحيده اللي باسف طب الثيك اسندنج عندك 2 كاريرز في كارير سيم بورت بيشيل اربع حاجات اثنين صوديوم اسف اثنين كلورايد واحد صوديوم واحد بوتاسيوم اثنين كلورايد واحد صوديوم واحد بوتاسيوم هتكلم عليه دلوقتي حالا وانتي بورت بناخد واحد صوديوم ونرمي هيدروجين يعني شوف الهيدروجين عاملين نرمي هيدروجين مفيش حاجه اسمها ناخد هيدروجين نمره ثلاثة في الديستال كونفوليوتد تيبيول بناخد في كارير ياخد واحده صوديوم واحده كلورايد برضه سيم بورت ده 5% ده كان 25 يبقى 65 و25 وبعدين 5 في الديستال طب في الكولكتنج في البي سيلز تحت تاثير الالدوسترول ظبط نهائي بقى عاوز تدي 1% عاوز تدي 4% تظبط روحك اللي هي 3 صوديوم الصوديوم بوتاسيوم بامب العادي بتاعنا تحت تاثير الالدوسترول 1.4% ده اللي هي قصه صوديوم ريابسوربشن طيب في سؤال بقى هنا رهيب يا اولاد أحبكم تبقوا عارفينه في حاجة اسمها قبل ما نقولها عاوز أوريك قصة الكارير بروتين اللي بيشيل أربعة ده اتنين كلورايد وصوديوم وبوتاسيوم ده ليه قصة أحبكم تبقوا عارفينها كويس أوي أوي تعال نشوف وبرضو دي أنا عارف إنها في كتبنا في جامعتنا مش مكتوبة بتفصيل يعني كويس أو بوضوح فالجميع ياخد باله من اللي هقوله أي ده الرباعي تابع بقى قصة بحق حقيقي قصة مش سهل إنه ده اللوبوف هنا ده هو أدي الكارير الرباعي اللي بيجيب اتنين كلورايد وبعدين واحدة بوتاسيوم واحدة صوديوم كمل بقى القصة ما هو مصير الصوديوم الصوديوم هيبقى عند البيزو لاترال بوردر زي ما قلنا هيبقى ترانسبورت الثلاثة صوديوم وصادهم اثنين بوتاسيوم اللي هو انتي بورت صوديوم بوتاسيوم بامب خلاص طيب الكلورايد اللي خدناه ده هيبقى ده في صوديوم هنا بوستيف هيمشي ورا الصوديوم البوستيف عن طريق كلورايد شانل عند البيزو لاترا بوردر ده نمرة اتنين طب مصير البوتاسيوم يحصل ايه البوتاسيوم اللي امتصناه مع اللي جبناه من البلاد ان تشينج خدنا صوديوم وخدنا بوتاسيوم بلاد تاني هو ده غير ده ده البوتاسيوم ده جاي من اليومن ده جاي من البلاد يبقى عندي اتنين بوتاسيوم اهو دول يدخلوا في اليومن عن طريق بروتين شانلز موجودة عند اليومنال بوردر يبقى كمية البوستيف تشارجز هنا زادت جدا جوه اليومن دي فايدة حلوة فده يساعد لي امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم وايفن شوية بوتاسيوم كمان يبقى مش سهل الترانسبورتر ده ومش
مش موجود بأي وضوح. أديني قلتها مرة أخرى حتة حتة ما تلخبطش. كان بيشيل 2 كلورايد، 1 صوديوم، 1 بوتاسيوم. يبقى بعد ما تقول إن دخلوا جوه السيلز عندك كام قصة تحكيها؟ عندي 3 قصص: قصة الصوديوم، قصة البوتاسيوم، قصة الكلورايد. صوديوم مصيره إيه اللي جوه؟ هنوديه للبلاد بالصوديوم بوتاسيوم بامب. خلصنا الصوديوم. طب بقى فيه في البلاد صوديوم بوستيف، الكلورايد هنا يدخل عشان بيحب الصوديوم، بيمشي ورا الصوديوم، الثعلب فات تملي الصوديوم يمشي ورا الكلورايد. صوديوم ورا الكلورايد هنا عن طريق شانل، بروتين شانل فين؟ في البيز واتر بورد. طب ثالث واحد بقى البوتاسيوم، ده انا عندي 2 بوتاسيوم دلوقتي، بوتاسيوم اللي جبته بالكارير الرباعي وبوتاسيوم بتاع الصوديوم بوتاسيوم بامب. ده يدخل من بروتين شانلز، يحصل له ريفلكس في اليومن، بروتين شانلز بقى في بوستيف كتير في اليومن، فده يساعد امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم وايفن البوتاسيوم. واحد من اعقد الحتت في الكيدني الكارير الرباعي، ده مصير الاربعه دول ايه؟ الاقي في كتبنا يكتب ودخل وبس ويكفي على ما اسمها مجور يعني. ما طب ايه اللي حصل بعد كده؟ خدنا 2 كلورايد وصوديوم وبوتاسيوم، ايه اللي حصل؟ ادي اللي حصل يا اولاد. الصوديوم يبقى عندك 3 حاجات تتكلم عليها: صوديوم بوتاسيوم اند كلورايد. الصوديوم بالصوديوم بوتاسيوم بامب، ونطلع ناخد 3 صوديوم وراهم 2 بوتاسيوم. نمرة 2، طب دلوقتي في صوديوم بوستيف يمشي وراء الكلورايد من خلال بروتين شانل، بص على الرسمه فين؟ في البيزو اترا بوردر. طب نمرة 3 والاخيره البوتاسيوم. البوتاسيوم يدخل اليومن عن طريق شانل موجوده عند اليومنال بوردر. طب بقى في بوستيف كتير في الشانل، فده يساعد امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم. طيب لو الكارير الرباعي ده باظ بيحصل لي سندروم يا اولاد، اسمه هذا السندروم وهو نادر، اسمه بارتر سندروم. بارتر سندروم تبقى عارف اهو، هوريها لك كلمه بارتر اهي، شايفها اهي بارتر سندروم اهي، اشاور عليها بالليزر بارتر سندروم. ايه اللي هيحصل؟ تعال اتفرج بقى. في هذه الحاله لو انا ما عنديش هذا الكارير يبقى هفقد كل الايونز، صوديوم اللي في الحته بتاعت اسندنج ليم، صوديوم كلورايد بوتاسيوم كالسيوم ومغنيسيوم، كل ده مش عارف امتصه. نكمل القصه. طب الصوديوم اللي فقدته ما امتصتوش من اليومين، لا اقدر الحقه في الديستال كونفليتد بيول. اللي فقد في اللوبو هيرين لما يوصل الديستال، في الديستال هنلحقه، هنزود الصوديوم ريابسوربشن تحت تاثير مين؟ بالبي سيلز، بالالدوسترون. طب الالدوسترون ده بيشتغل على البي والاي سيلز، يبقى هيزود الصوديوم ريابسوربشن ويزود السكريشن والبوتاسيوم والسكريشن والهيدروجين. طب نيجي ريزلتس، لما يزيد السكريشن والهيدروجين في محاوله لانقاذ الصوديوم يبقى هيبقى العيان عنده هايبوكاليميا، نقص في البوتاسيوم، ودي حاجه خطيره. لما يفقد هيدروجين اكتر مما ينبغي هيبقى عنده ميتابوليك الكالوزيس لانه فقد هيدروجين، وفقدان الايونات دي كلها هتاخد معاها ميه، يبقى العيان عنده دايوريسيس وبالتالي دروب في الارتيريال بلاد بريشر. ادي البارتر سندروم كما ينبغي ان يفهم. تاني، لو الكارير الرباعي فقد جميع الايونات الرباعيه بتاعته، الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم، والبوتاسيوم ده كان هيجيب لي كالسيوم ومغنيسيوم اهو، كل ده اتفقد. طيب مين اهم واحد فيهم؟ الصوديوم القاطره. مين الديستال كونفليكتيبيول هتحاول تلحقه تعمل له ريابسوربشن بأني خليه؟ بالبي سيلز. مين اللي هيشغلها؟ الالدوسترون. طب الالدوسترون مش هياخد لي بس صوديوم، مش هيزود الريابسوربشن الصوديوم بس، ده هيزود كمان السكريشن بتاع البوتاسيوم بالبي سيلز والهيدروجين بالاي سيلز. يبقى فقدت بوتاسيوم، انقصت الصوديوم الاهم، بس فقدت بوتاسيوم شويه فحصل لي هيبوكاليميا، هيدروجين شويه فحصل لي ميتابوليك الكالوزيس، وفقدان الايونات دي كلها هتاخد معاها ميه تعمل لي دايوريسيس دروب في الارتيريال بريشر. ده اسمه بارتر سندروم كنتيجة لفقدان هذا الكارير، ده مش موجود اللي هو الكارير الرباعي ده، وهنبقى نيجي لهذا الكارير الرباعي تاني في منطقة أخرى. طيب ده الجزء الصعب في محاضرتنا النهاردة، ننتقل بقى للجزء الأسهل. فضلنا حتة صغيرة وهي الأسهل. ممكن السؤال يجي لنا يا أولاد: factors affecting
صوديوم اكسكريشن. ايه العوامل اللي بتتحكم في الصوديوم اكسكريشن؟ اهي ريجوليشن صوديوم اكسكريشن. برضو بقولها للزملاء اللي عارف ان كتير منهم مش شغالين بالهم الجمله دي، ما تسالوا مين اهم حاجه بتتحكم في الصوديوم يقول لك الالدوستيرون، مع ان انا شرحتها. الالدوستيرون ده بيشتغل فاينل ادجست في النهايه على 1.4% بس. الاجابه اللي مش موجوده في كتبنا بوضوح ان ده مين فاكتور افكتنج الصوديوم اكسكريشن، اللي هو الجلوميرولر فلتريشن ريت مش الهرمونز. الجلوميرولر فلتريشن ريت عندي كام فاكتور؟ 6 فاكتور يا اولاد. لو جالك سؤال اتكلم عن ريجوليشن صوديوم اكسكريشن، اول واحد اهو شوف، لان الجلوميرولز ده اهم واحد. جلوميرول تيوبولار بالانس بمعناها ان غلطة الجلوميرولس التيبيول هيصلحها. لو الجلوميرولر فلتريشن زاد مفروض هيزيد الصوديوم فلتريشن، التيبيول هتزود الصوديوم ريابزوربشن. مين المين سايت بتاع القصة دي؟ البروكسيمال كونفريت تيبيول، وبيساعدها اللوبوفيرين، لان هنا 65% هنا الاسندنج الثيك اسندنج بتاع لوبوفيرينل 25%. وبعدين اكتبوا لنا برضو جمله غريبه جدا، انترنسيك ميكانيزم، يعني خاصيه في التيبيول، يعني ما هاش هرمون اهو، مش الهرمون هو المهم. برضو هفهمها لك، ما انا شرحتها لكم يا اولاد، هي بسيطه دي، انا قعدت كده مع روحي فكرت فيها. ان ربنا خلى الكاريرز اللي بتشيل الصوديوم في البروكسيمال كونفيتيبيول ان ليميتد، لا يمكن هتبقى ساتوريتد، فما فيش حاجه اسمها تيوبولار ماكسيمم فور صوديوم في البروكسيم. في تيوبولار ماكسيمم فور صوديوم في الديستال، الكارير هناك محدود في الاخر في الديستال والكولكتيف، انما هنا ما فيش الكلام ده. فكل ما تعمل فلتريشن لصوديوم اكتر، الكارير يشيل اكتر يرجع لك اكتر. عشان كده انتهت القصة بحاجة رائعة يا أولاد، انه actually التيبيوري absorb constant percent، يعني تملي 65% من الصوديوم هيحصلوا بريابزوربش. عملت فلتريشن لصوديوم كتير، الكارير هيمتص صوديوم كتير، 65% من الكتير يبقوا كتار. طب عملت فلتريشن لكمية اقل، الكارير هيرجع لك 65% كمية أقل، تملي هيرجع لك كونستان بيرسنت. فسموا هذه، وده أهم من أهم العامل جلوميريو تيوبولار بالانس، إنه الجلوميريو يعمل فلتريشن أكتر تيبول ترجع نسبة ثابتة. ليه انتوا بس اللي فاهمينها؟ لأن الكارير في البروكسيمال كونفليوتد تيبول اللي هي المين سايت بتاع الظاهرة دي عمره ما بيبقى ساتوريتد. هما بيكتبوها الكلام الغريب انترنسيك ميكانيزم، ما هوش هرمونال كونستانت بيرسنت. ازاي ليه ما بنطبقش، مع ان في كارير ما بنطبقش التيوبولار ماكسيمم القانون لا على الصوديوم؟ لان الكارير سمبلي بس عاوز الناس تفكر عدد غير محدود، لا يمكن هيبقى ساتوريتي. تفلتر كتير الكارير يتشبع كتير يرجع لك كتير، تفلتر قليل يتشبع قليل يرجع لك قليل، تملي هيرجع لك 65% كونستانت بيرسنت. حاجه خاصيه التيبيول انترنسيك ميكانيزم، ان التيبيول البروكسيمال تيبيول عنده، اعرفها عني كده، عدد غير محدود من الكارير، فبيرجع كونستانت بيرسنت. طيب تاني حاجه الريت اوف تيوبولار فلو، دي سهله قوي. لو حصل سلو ريت اوف فلو يبقى تاني عامل بقى، يبقى اول عامل كان الكونسنتريشن جريدينت. فاكر لما قلنا في البروكسيمال كانها ديفيوجن في حاجتين، الكونسنتريشن جريدينت والتايم. طب لما يبقى الفلو سلو يبقى الصوديوم قاعد في التيبيول تايم اكتر، لانه سلو ريت يبقى نمتص صوديوم اكتر. يبقى كان اول عاملين دول، بس ده طبعا اهم بما لا يقارن، بيشرحوا لك ان في البروكسيمال كونفيت تيبيول مع ان الصوديوم اكتف لري ابزوربد لا نطبق قاعده التيوبولار ماكسيمم، انما نطبق الديفيوجن العادي. اي ماده بيحصلها ديفيوجن بتتاثر بالجريدينت وبالتايم. طيب اخد 3 مع 4 ارتيا بلاد بريشر،
في ظاهرة اسمها بريشر ناتيرويسيس، يعني لما الضغط يزيد ناتريوم يعني صوديوم ينزل صوديوم كتير، زيادة الارتيع بقى بريشر هتزود الصوديوم والووتر اكسكريشن. خلاص حاجة رائعة، ودي من رائع الخلق والخالق. عارف كنا قلناها يا أولاد في السيركوليشن، أهم أورجان بيظبط الضغط في جسمك هو الكيدني اللي هو سلو ميكانيزم. لو زاد الضغط بتصلحها بطريقة سهلة جدا، ينزل صوديوم كتير وراك فلورايد كتير وراك مياه كتير، حجم الدم يقل الضغط يقل، مفيش أحلى من كده. بريشر ناتوريسيس عملية بتصلح روحها طبعا بحدود. لو زاد الضغط يحصل بريشر ناتوريس، يزيد الضغط يزيد الصوديوم والووتر اكسكريشن. خلاص ازاي الميكانيزم اهي، لما يزيد الضغط يبقى مفيش رينال اسكيميا، يبقى مفيش رينال، يبقى مفيش انجيوتنسين 2، يبقى مفيش الدوسترو اللي هو بيزود الريابزوربشن، يبقى يحصل اكسكريشن. نمرة 2 لما الضغط يزيد في الكابيلاري، فاكر بقى في البيريتوبيولار كابيلاري، يبقى ده بالعكس هيعمل باك ليك اوف صوديوم من الكابيلاري الى اليومن، من الكابيلاري الى اليومن، لان الارتيا بلا بريشر ده في الفيسل، لما يزيد يبقى الضغط زايد في الفيسل فيرجع الصوديوم الى اليومن. نيجي اللي بعدها من 4 سيمباثيتك ستيميليشن. انا عايزك تفكر، انت عارف انا بجيبهم ازاي الحال، يعني قبل ما تكلمني هيعمل ايه بفكر. هو انا لما اشتغل السيمباثيتك، يعني انا مثلا في اثناء فايت السيمباثيتك مفروض عاوز يعمل ايه في حجم الدم وفي ضغط الدم عشان انا بتخانق؟ يزوده. خلاص يبقى قبل ما اعرف ايه اللي هيحصل، لان وراء الخلق قوة عاقلة، يبقى السيمباثيتك بتاع الفايت اللي هيزود حجم الدم وضغط الدم عشان اعرف اتخانق بيزود الصوديوم ريابزوربشن. ازاي؟ ان السيمباثيتك بيقلل الجوميل فلتريشن ريت اللي هو اهم عامل، فبيقلل الصوديوم اكسكريشن. ازاي؟ هديك هتشوف اهو انه بيزود الرينين، دي حاجة تانية، وبالتالي يزود الانجيوتنسين 2 اللي بيطلع الدوسترون اللي يطلع اللي يعمل صوديوم ريابزوربشن، عشان عاوز يزود يبقى يزود الضغط. طيب نمرة 5 دايوريتكس يا ولاد. الدايوريتكس هندرسها في محاضرة بعد كده في حتة صغيرة، يعني 10 دقايق في محاضرة، من اسمها دايوريتك يعني مدير البول، يبقى عشان انزل مية انا علمتها لكم. في حاجة اسمها نظام التعلفات وفي ديله 7 لفات، لازم ينزل الصوديوم وراء الكلورايد وراء المية، هما التلاتة كده تبص ليهم وراء بعض. يبقى الدايوريتك عشان تنزل مية لازم تنزل صوديوم وراها كلورايد وراها مية. نيجي الهرمونز، في هرمونات بتزود ريابزوربشن وهرمونات تنقص ريابزوربشن. انا مجمعها 7، 4 يزودوا وتلاتة ينقصوا، عارفينهم كلهم. الانجيوتنسين 2 ده الموست باورفول، ليه؟ لانه بيشتغل بنفسه عن طريق انه بيطلع الدوسترون، يعني الانجيوتنسين 2 بنفسه بيعمل صوديوم ريابزوربشن غير ان هو بيطلع الالدوسترون. يبقى نمره 2 الالدوسترون هو المينرالو كورتيكويدز، نمره 3 الجلوكو كورتيكويدز، وخدنا في الاندوكراين لان عندها ويك مينرالو كورتيكويدز لايك اكشن. نمره 4 الايستروجينز، الهرمون الانثوي بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن، ده انا هقولها للبنات يفتكروها بحاجه لطيفه قوي. الايستروجين بيحتفظ بالماء والملح، اهو تحتفظ بالملح والمية، وبالتالي يعمل ايه في الضغط؟ يعلي الضغط شوية. هذا الايسترون بيزيد قبل الحيض، قبل المينستريشن، فالبنات لاحظوا ان قبل ما بتيجي المينستريشن بيحسوا ان في شوية تغيرات في الجسم، مش يعني في حاجة اسمها بري مينسترال تنشن، يعني شد كده بسبب زيادة الضغط، لخبطة الضغط بسبب الايسترون. يبقى فهم الظاهره دي ازاي البنت قبل ما يحصل المنسز المنستريشن بتعرف ان الايستروجين بيحتفظ بالماء والملح، يعلي الضغط شويه تحس انها مش متظبطه، في حاجه متضايق زي الواحد لما يبقى ضغطه عالي. طب ايه الحاجات بالعكس اللي بتمنع الصوديوم ريابزوربشن؟ قلناها، اشهر واحد من اسمه اتريال، لانه طالع من الاتريال، ناتريوريتيك يعني مدر للصوديوم، يعني بيرمي الصوديوم بيمنع ريابزوربشن، هو اسمه ناتريوريتيك. نيتريوم يعني صوديوم، ويوريتيك يعني مدر، بيبتايد لان تركيبه بيبتايد. ده بقى بيشتغل ازاي؟ باهم طريق، انه بيزود الاكسكريشن وبيمنع ريابزوربشن، بيقلل ريابزوربشن، انه بيزود الاكسكريشن وبيزود الجي اف ار جلوميرال فلتريشن ريت. وعشان يزود جلوميرال فلتريشن ريت بيفتح الافرنت ويقفل الافرنت، فازو دلتيشن افرنت وفازو كونسكشن افرنت. بيقلل الرينين لان الرينين بالعكس
وبعدين بيريلاكس الميزانجيال سيلز فيزود الجلوميرولار ميمبرين الاريا بتاعته. طيب تاني واحد اقل اهميه بقى اسمه اندوثيلينز، خدناه برضو في السيركوليشن، ده بيمنع الصوديوم ريابسوربشن. تالت واحد الاي برضو بروستاجلاندينز اي 2. ده سؤال يا اولاد تبقوا عارفينه اللي هو الريجوليشن اوف صوديوم اكسكريشن. ست عوامل ده ممكن يجي لنا سؤال هقوله تاني في عجاله. اهم حاجه تقول ان المين فاكتور مش الهرمونز، اللي بقى بستغرب ساعات اقعد محاضر يعني محترم وزميل فاضل يدي انطباع للطلبه في الاخر ان اهم حاجه في الصوديوم ريابسوربشن اكسكريشن الهرمونز. لا، اديني بقولها للزملاء الاصغر سنا، ده مين فاكتور از جلوميرولار فلتريشن ريت. بدليل اول حاجه جلوميرولو تيوبولار بالانس، الجلوميرولز ده اهم حاجه بتتحكم في القصه. الجلوميرولر الغلطه اللي يعملها بيصلحها جزئيا التبيول. ليه بقول جزئيا؟ نفهم، لو حصل فلتريشن كتير التبيول من الكتير هيمتص 65% نسبة ثابتة، بس هيفقد 35% من الكتير، يبقوا كتار برضو. يبقى افهم يعني هو بدل ما يحصل جلوميرولر فلتريشن كتير ففقد كل الصوديوم، لا انا تملي همتص نسبة ثابتة. فلو زاد الجلوميرولر فلتريشن الصوديوم هيزيد الري ابزوربشن اوف صوديوم 65% ويزيد الفلتريشن اللي هو في الاخر اللي في هيروح لبقيه التبيول اللي هم 35%. طبعا بقيه التبيول هتحاول تلحق القصه. ذا مين سايتوامين بروكسيمال كونفيوليت تبيول. ويقولوا بقى الجمله الغريبه، قال ايه؟ البروكسيمال كونفيوليت تبيول عندها انترنسك ميكانيزم تقدر تمتص كميه ثابته. وما قلناش ليه؟ ليه؟ عشان الكارير عمره ما بيبقى ساتوريتد، كميه من الكارير انليمتد. تفلتر كتير يشيل كتير يرجع كتير، تملي بيرجع نفس النسبة اللي هي 35%. انترنسك ميكانيزم. المين سايت في البروكسيمال كونفيوليت تبيول وأقل في الليمفوماني. طب الريت اوف تيوبولار فلو ده تاني عامل، يبقى نمرة واحد اتنين دول بيمثلوا إن في البروكسيمال كونفيوليت تبيول العوامل بتنطبق اللي هي الكونسنتريشن والتايم. جريدة. سلو ريت يعني في تايم كتير، يبقى نزود صوديوم ريابسوربشن، يبقى بنحفظه مع بعض. طيب ضغط عالي عاوز اوطيه، يبقى اعمل بريشر ناتوريس، افقد ملح وميه. الارتيال بلاد بريشر ما بتزيد بيزود الصوديوم والووتر اكسكريشن، انما السمباثاتيك بالعكس، السمباثاتيك عاوز يعلي الضغط مش عاوز يغطيه، عاوز يعلي الضغط يبقى يزود الصوديوم ري ابزوربشن مش اكسكريشن، عشان كده خدتهم مع بعض. ضغط عالي عاوز اوطيه يبقى بريشر ناتوريسيس، زياده الضغط بتعمل ناتوريس، انما السيمباثاتيك بالعكس عاوز يعلي الضغط يبقى يعمل يزود الصوديوم ري ابزوربشن. طب نمره خمسة دايوريتكس، يبقى فهمت تحفظهم ازاي؟ اول اثنين بيشرحوا لك ان في البروكسيمال كونفيوليتد تيوبول مفيش تيوبولار ماكسيمم، اللي بينطبق هو التايم والكونسنتريشن، كارير انليميتد. تاني اثنين ضغط عالي عاوز اوطيه، ضغط واطي عاوز اعليه زي السيمباثاتيك ستيميليشن، يبقى ده اربعه. بعدين الدايوريتك نمره خمسه، حب النظام قوي. بعدين الهرمونز قسمتها لك في مجموعتين، مين زود الري ابزوربشن؟ اربعه اهمهم انجيوتنسين 2. ليه؟ لانه بيشتغل بنفسه عن طريق الالدوستيرون، يبقى نمره اثنين الالدوستيرون، نمره ثلاثه الجلوكورتيكويدز اللي هي عندها ويك مينرالوكورتيكويدز لك اكشن، نمره اربعه الايستروجين، وحكيت للبنات قصه. الايستروجين بيحتفظ بميه وملح، يزود الضغط قبل الايستروجين بيوصل ليفل عالي قوي، يعني عمال يجمع ملح في اثناء الدوره، يعني يجمع ملح في اثناء الدوره، فباي ذا اند بيبقى الضغط زاد انف بحيث البنت تحس بحاجه اسمها بري منسترال، يعني قبل المنستريشن تنجن. هدي فهمت القصه، الاستروجين بيحتفظ بميه ملح يزود الضغط. طب مين بينقص؟ الايتر ناتريتيك بيبتايد واثنين بحرف الايه اللي هو الاندوثيلينز والبروستاجلاندين اي 2. طيب نيجي بقى اخر حاجه هنقولها دلوقتي اللي هي الجلوكوز، وده سهل. انا الاول عاوز اذكرك برضو زي ما قلت لكم يا اولاد انه احنا عندنا الرسمه العجيبه اللي حاطين فيها اللي هي لوحدها تشرح كل الكلمه اهي. في كل المواد اللي هقولها في الكدني هرجع للرسمه دي. انا عاوز اجيب الجلوكوز بيحصل له ايه. بص معايا، جلوكوز بقى اذا كان الصوديوم، لان هو ده القاطره
التقينا به في الاجزاء الاربعه من النفرون. الجلوكوز هنلتقي به في حته واحده بس. جلوكوز اهو is completely reabsorbed معايا secondary active reabsorption بالنسبه للصوديوم co-transport مع الصوديوم. مع الصوديوم يبقى فين؟ مش في البروكسيمال تيبيول للاوائل، في الفيرست هاف اوف ذا بروكسيمال تيبيول. دي اهم كلمه كده، انت خدت نمره النجاح. لما يجي لك سؤال اتكلم عن الجلوكوز، دي الكلمه الفيصل، ماده ذات اهميه غذائيه. يا اخي يا اخي جاوب تملي من منطق واحد اللي هو منطق العبد الله، انه وراء الخلق قوة عاقلة. جلوكوز مادة ذات اهمية غذائية والخالق قوة عاقلة نسميها الله. يبقى اختار نعمل له كومبليت ريابزوربشن ولا بارشال ريابزوربشن ونرمي شوية وهو مادة مهمة. كومبليت ريابزوربشن يبقى ده يدل انه وراء الخلق خالق. مادة مهمة تبتدي بيها ولا تمتصها في الاخر؟ مهمة نبتدي فيه بيها. ده فين بقى نبتدي؟ مش في البروكسيمال للأوائل، في أول حتة في الفيرست هاف اوف ذا بروكسيمال تيبيول. يبقى كومبليتلي ابزوربد في الفيرست هاف اوف ذا بروكسيمال كومبليت تيبيول. معايا؟ ثم اجي اعمل لكم هدية جميلة على سؤال الجلوكوز يا اولاد. تعال اهو نشوفه. وهي كلها ثلاثات، رقم السعد هو رقم ثلاثة. يبقى الأول هتقول مقدمة هي الأهم، إن الجلوكوز لأنه مادة مهمة بيبقى completely reabsorbed. طبعا عاوز بقى كلام الشحاتين، only few milligrams in urine مش في المئة سنتي في 24 ساعة، يعني لو عاوز يعني يعني تقولها مظبوط قوي، انما الاجابه الاساسيه كومبليتلي ابزوربد لانه ماده مهمه يبقى كومبليتلي ابزوربد. طب فين؟ في اول حته، انها مهمه يبقى في اول حته، في الايرلي بورشن اوف ذا بروكسيمال تيبيول. ازاي؟ قلناها سكندري اكتيف ري ابزوربشن كو ترانسبورت ويز سول. ادي اول ثلاث جمل، لان كل حاجه ثلاثه. طيب تعالى بقى قول لي الميكانيزم بالظبط. يبقى انت عشان تعدي الجلوكوز لازم تعدي تو بوردر، اليومينال بوردر و بيزو لاترال بوردر، في اليومينال وفي بيزو لاترال بوردر. طيب عند اليومينال بوردر تمام بيبقى الجلوكوز ماسك مع الصوديوم. حتى فاكر الترانسبورت هناك كنت رسمه لك، كان اسمه صوديوم جلوكوز ترانسبورتر، كان مكتوب هناك. مش عارف هلاقي الورق دلوقتي ولا لا، انما في الورق اللي قبل كده كنت كاتب اسم الكارير وقلناه في الاندوكراين صوديوم جلوكوز ترانسبورتر. يبقى هيمتص كومبليتلي، يبقى هنا هيبقى صفر ويعمل له ليفل هنا عالي جوه السيل، بحيث تاني نقله للبلاد بتبقى فروم هاير تو لور، يبقى بالديفيوجن بس برضه في كارير، لان قلنا تملي الجلوكوز مش على كارير، يبقى في كارير هنا اهو بس مفيش طاقه، يبقى يسموها فاسيليتيتد ديفيوجن. فاسيليتيتد ديفيوجن انا عامل مقارنه ما بين الامتصاص عند اليومينال بوردر وعند البيزوتر بوردر في ثلاث جمل، حلو قوي. هنا فروم لور تو هاير بس على حساب الصوديوم تبقى سكندري اكتف، انما هنا فروم هاير تو لور تبقى فاسيليتيتد ديفيوجن. ادي اول نقطه. تاني نقطه، هنا كارير صوديوم ديبندنت، اسمه حتى صوديوم جلوكوز ترانسبورتر، انما هنا كارير الصوديوم اندبندنت اسمه جلوكوز ترانسبورتر، مفيش صوديوم. تالت نقطه، انه في ماده اسمها فلوريتزين بتحتل موقع وتعوق امتصاص الجلوكوز، يبقى انهيبيتد بماده اسمها فلوريتزين، انما هنا الكارير نفسه مش حساس لل
فلوريدزين ما عندوش موقع للصوديوم، فعش كده الكارير فلوريدزين انسنس. بحفظها لكم بطريقة عطيفة قوي قوي. اللي الكارير صوديوم اندبندنت فلوريدزين انسنس، لما يبقى الكارير صوديوم ديبندنت يبقى انهيبيتد بالفلوريدزين. يبقى هنا ثلاث جمل وهنا ثلاث جمل تاني، حلو قوي قوي. يبقى الميكانيزم هنا سكندري اكتيف ريابسوربشن، هنا فاسيليتيتد ديفيوجن، هنا الكارير صوديوم ديبندنت وفلوريدزين سنسيف، هنا الكارير صوديوم اندبندنت وفلوريدزين انسنسيف. طيب نوت، في ماده بتبوظ الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، خلاص اسمها وبين بتبلوك صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، يبقى تمنع بالتالي امتصاص الصوديوم هنا وبالتالي تمنع امتصاص الجلوكوز. يبقى عملنا كام جمله دلوقتي؟ 9 اولاد مقدمه من 3، هبقى اجمعهم تاني، وثلاثه عند الدومينال بوردر وثلاثه عند بيزر اوتر بوردر. نيجي ثلاث ارقام مهمه جدا يا اولاد، مفيش طبيب ما يعرفهمش. الفاستنج بلاد جلوكوز ليفل 70 ل 110 مللي جرام دي ال، دي ال عندي 3% ده الفاست. طب الرينال ثريشولد اللي انتم فاهمينه بقى اللي هو بيمثل اضعف نفر، الفينس 180 مللي جرام برسنت، الارتيريال 200، يبقى واضح ان اضعف نفرون يقدر يمتص لحد 180، بينما الليفل في البلاد تحت 180 من 70 ل 110. فده يفسر لك ليه ما بنفقدش جلوكوز في اليورين، لان جلوكوز في البلاد 70 ل 110 اقل نفرون، اضعف نفرون، المينيمالي ابزوربتيف باور اوف نفرون اعلى من كده بكتير. 180 لو بتتكلم فينس، وقلت الارتيريال الدم يبقى داخل فيه اعلى شويه، تاخد كليه تستهلك شويه جلوكوز لنفسها تاخد طاقه، يطلع اقل، فبيدخل 200 يطلع 180. طب بينما اقوى نفرون اللي هو بتمثل ماكسيمم ابزوربت باور اللي هي تي ام جي تيوبولار ماكسيمم فور جلوكوز، فاكرها؟ الميل 375، الفيميل 300 مللي جرام، خد بالك بير مينيت. ليه هنا في ماكسيمم؟ انت فاهم، لان الكارير بيبقى فولي ساتوريتد، ات ديبندز اون كارير ترانسبورت سيستم. يبقى لحد دلوقتي عملنا كام جمله؟ 12 جمله، 3 في مقدمه، 3 عند نيومرال بوردر، 3 عند بيزو لاترا، و3 3 ارقام. طيب كده انت يعني حقك تقول خلصت سؤال، بس ساعات يطلب في السؤال حاجه اسمها جلوكوز تايتريشن كيرف، يعني معايرة الجلوكوز. انا عاوز اقول لك دلوقتي احنا عندنا هنحط هنا الاتي يا ولاد، ده هنحط كيرفين وهنشرح ثلاث كيرفات وسهله جدا. هنشرح الاماونت فلترد، الاماونت ري ابزوربت، والاماونت اكسكريتد. انا قلت كل حاجه ثلاثه، يعني قد ايه فلتر، قد ايه ري ابزوربت، قد ايه اكسكريتد. وهنشرح ثلاث مجموعات، لو جلوكوز عالي من 70 ل 110 ل 200 ادي اول احتمال، من 200 ل 300 او 375 ثاني احتمال، فوق 300 او فوق 375 ثالث احتمال، وبعدين هجيب لك بقى الرسمه عشان تتفرج معايا وتتمتع. وانت تخيل الكيرف قبل ما ما ما, ما نرسمه، قبل ما نشوفه مع بعض. اهي نعدلها بقى كده شوية. طيب بص معايا، تخيل هنا ده الفاستنج بلاد جلوكوز ليفل، تعال ارسمه حتى معلش عشان الورق ده انا بعمله يعني جزء منه بيبقى قبل المحاضرة فاعذروني. ده اللون الاسود اللي بعمله دلوقتي اللي هتشوفه، ده بيمثل الفاستنج. اهو طيب ده الفاستنج اللي هو هنا الفاستنج اهو تحت، هو 70 ل 110 اهو الفاستنج. هنزود الاول لحد رينال ثريشولد اللي هو 180، دي أول مرحلة، وبعدين من 180 ل 300 375 حسب ميل ولا في ميل، تاني مرحلة، وبعدين فوق 375.
في الثلاث مراحل لما تزود الجلوكوز في الدم الاماونت فلتر هتزيد. ليه؟ لان الجلوكوز از ريدي فلتر. يبقى في الثلاث مراحل هوريك الجدول جميل قوي. اي زياده في الجلوكوز في الدم هتؤدي الى زياده في الفلتريشن. يبقى الكولم العمود بتاع الفلتريشن ده ما فيهوش نقاش. كل زياده اول زياده لحد رينال فريشولد اللي هي 180، من 180 تاني زياده ل 300 او 375، ثالث زياده فوق 300 او 375، في الثلاث زيادات لما تزود النفر في الجلوكوز في الدم هتزيد الاماون فيل. يبقى دي كلها خلصنا منه. طيب تاني نقطه نيجي الاماونت ريابزوربد. لما تزود من الفاستنج للرينال ثريشولد الاماونت ريابزوربد هتزيد هنا خلاص. طب تزود اكتر هنا الاماونت ريابزوربد هتزيد. طب لو زودت فوق 375 لا الاماونت ريابزوربد ما تزيدش لان وصلنا الماكسيمم تيوبولار ماكسيمم. يبقى هتزيد هنا تزيد من هنا لهنا لكن فوق 375 كله هيبقى اكسكريتد. ليه؟ عشان احنا وي هاف ريتش دي ماكسيمم ذا تيوبولار ماكسيمم فور جلوكوز. طب نيجي تالي الكيرف بتاع الاماونت اكسكريتد. اول خطوه لما زود لحد رينال ثريشولد ناثينج از اكسكريتد. طب من الرينال ثريشولد اللي هو 180 ل 375 التيبول دي هتخر اهي لانك هتخططها ودي هتخر انما دي لسه. المهم الاماونت اكسكريتد هتزيد. طب فوق 375 كل الفلتر هيبقى اكسكريتد. يبقى تعالى اوريها لك تاني وهي بسيطه خالص وسهله جدا اهي نشوفها هنا. يبقى احنا بنزود لحد 200 اللي هو رينال ثريشولد من 200 ل 300 فوق 300 في جميع الاحوال الاماونت فلتر بتزيد اهي. شايف الكيرف بتاع الفلتر ده اهو لانه ادام زودت في الدم هيزيد في الفلتر لانه ريدي للفلتر. يبقى الكيرف بتاع الفلتريشن زاد. تزود ل 200 تزود ل 300 فوق 300 زاد. طيب تعالى بالنسبه للاماونت اكسكريتد بص معايا لحد 200 ما حصلش اكسكريشن. ليه؟ لان احنا ما تخطيناش رينال ثريشولد. بعد 200 الاكسكريشن ابتدى يتزايد اهو. يبقى هنا ما كانش في اكسكريشن لحد رينال ثريشولد ما فيش اكسكريشن. وبعدين سام بعض التيبيولز بتخر والبعض الاخر بتري ابزور. هنا كل التيبيولز تخطيت التي ام جي اول جلوكوز بيبقى اكسكريتد فوق 300. طيب نيجي تالي الكيرف اللي هو بتاع ري ابزوربشن لحد يعني رينال ثريشولد بيزود لحد التي ام جي بيزود الاماونت ابزورب تزيد فوق التي ام جي لا الاماونت ابزورب وصلت ماكسيمم اهو بالشكل ده. يبقى تاني برضو احب اوريك الرسمه ونبص لان عارف انها قليله البيت يعني يمكن تبقى صعبه قليلا. انسى الجدول بص معايا. قلت ان احنا هنزود على ثلاث مراحل. خليك معايا مع الليزر. هزود لحد 200 من 200 ل 300 فوق 300. اي زياده لما تزود الجلوكوز في الدم الاماونت فلتر هتزيد في ثلاث احتمالات. ليه؟ لان الجلوكوز ريدي لفلتر. طيب او اخدها لك بطريقه اسهل. احنا تعالى ما ناخدش الجدول الاول. ناخد في كل احتمال ايه اللي هيحصل في كل حاجه. لو انا زودت من الفاستنج لحد رينال ثريشولد اللي هو 200 يبقى الاماونت فلتر هتزيد صح؟ كلهم هيري ابزورب الاماونت ري ابزورب هتزيد but nothing is excreted. يبقى تاني اهو لحد 200 لما تزود من هنا لهنا الفلتر هيزيد الري ابزوربد هيزيد ومفيش حد هيكسكريت. طيب لما تزود من 200 ل 300 لهنا 200 ل 300 يبقى الفلتر هيزيد الري ابزوربد دول هيري ابزورب يبقى الري ابزوربد هيزيد انما ابتدى يحصل اكسكريشن. دي هتكسكريت لانك تخطيت الريانسيشن ودي لما توصلها هتكسكريت. طب تالت مرحله لما تزود فوق التي ام جي من هنا لهنا
احنا قلنا اي زياده في الفاستنج بلاد جلوكوز هتبقى فلتر، يبقى الفلتر هيزيد. طب هنا لما تزود فوق دي في حد يقدر يري ابزورب؟ لا، يري ابزورب وصل الماكسيم، يبقى مش هيحصل زياده في ريابزوربشن، انما ستيل اي كميه عشان الله اكسكريشن. ادي القصه على دي، تعال احطها بقى في الجدول. يبقى تاني هذا تاني هنزود في ثلاث مراحل من الفاستنج لرينال ثريشولد 200، من رينال ثريشولد للتي ام جي 300 فوق ال 300. وفي كل واحده هنتكلم، قول بص الرسمه وجاوب معايا، هيحصل ايه في الفلتر؟ هيحصل ايه في الري ابزورب اللي هو اللون الابيض؟ هيحصل ايه في الاكسكريشن اللي هو اللون الازرق؟ انا اتفقت ان اي زياده في الفاستنج هيبقى في زياده في الفلتريشن لانه ريدلي فلترت. يبقى لما زود لحد رينال ثريشولد زاد الفلتر. طب وات اباوت ري ابزوربشن؟ كلهم قدروا يعملوا ري ابزوربشن، زاد ري ابزوربشن. هل في حد فيهم عمل اكسكريشن؟ لا، يبقى نو اكسكريشن. انما لو زود من 200 ل 300 هنا، من هنا لهنا، يبقى الفلتر هيزيد. طب في بعضهم زودوا ري ابزوربشن، لسه عندهم مقدره يعملوا ري ابزوربشن، وفي بعضهم زودوا الاكسكريشن، يبقى الثلاثه زادوا. طب فوق 300 لما زود من هنا لهنا الفلتر هيزيد، الري ابزوربشن خلاص مفيش ابزوربشن اكتر من كده، وصل الماكسيمم، انما كله هيبقى اكسكريتد. فده فكره الجدول. تعال قولها بقى هنا، يبقى الفلتر في اي زياده ل 200 300 كله هيزيد الفلتر اهو الكيرف. طب الاكسكريشن مش هيحصل اكسكريشن غير لما نتخطى اضعف واحده اللي هي 200، يبتدي يحصل اكسكريشن. طب امتى الري ابزوربشن هيوصل ماكسيمم؟ لما نوصل لاقوى واحده اللي هي عند 300 يحصل الري ابزوربشن يوصل ماكسيمم. في بقى نقطه هنا مهمه جدا يا اولاد، ان الكيرف هنا بالزاويه قايمه، في حاجه اسمها سبلاي. سبلاي يعني كده يعني منحني للخارج، ده معنى كلمه سبلاي في الكيرف ده. ليه بقى؟ لان انت مش عندك، لو كان عندنا الكلي عباره عن تو نفرون بس كانت فجاه يحصل الري ابزوربشن وصل ماكسيم، لكن ده احنا عندنا مليون واتنين من عشره بيتدرجوا لحد ما نوصل لاقوى واحده. فالعمليه تدريجيه هنا، اوعى ترسم دي خط كده وتروح واخدها هنا، لان ده لو كانوا تو نفرونز كان خلاص لما نوصل ماكسيمم كله اسكريت، لكن ده احنا عشان نوصل ماكسيمم ده في كذا نفرون عبال ما نوصله. فده سبب السبلاي. يبقى ايه هو السبلاي ده؟ الريجون لما الري ابزوربشن يزيد جراديوالي تو ريتش ساتوريشن، ما بين ايه وايه؟ ما بين الرينال ثريشولد والتي ام جي. طب سببه ايه؟ الهيتروجينيسيتي او الهيتروجينيتي of TMG in different tubules. يعني كل تيبيول تقدر تمتص بحدود معانا، هما مش تو تيبيولز، هما مليون واتنين من عشرة تيبيولز. طيب سؤال شافه في الاخر يا اولاد، الجلايكوزوريا اللي هو ظهور الجلوكوز في البول، انا هنا عامل لك رسمه صغيره تبين لك. فكر معايا، انت ايه اللي بيخلي نورمالي الجلوكوز ما بيظهرش في البول؟ ده الليفل اوف جلوكوز 70%، ان اقل نفرون اهي تقدر تمتص حد 180. يبقى جلوكوز نظريا يظهر في الدم في حاله من اثنين، لو الفاستنج تخطى الرينال ثريشولد زي الناس اللي عندهم دايبيتس ميليتس، الفاستنج اعلى من الرينال ثريشولد، او لو الاقل نفرون ضعفت بقت تقدر تمتص اقل من الفاستنج بس، يبقى حتى الفاستنج هيظهر في البول اهو. يبقى هنا العيب فين؟ في النفرون، في الكيدني، فيسموها رينال جلايكوزوريا. يبقى في نوعين من ظهور الجلوكوز في الدم، يا اما بسبب ان الفاستنج تخطى رينال ثريشولد دايبيتس ميليتس، يا رينال ثريشولد انخفض عن الفاستنج اللي هي رينال جلايكوزوريا. كده احنا ولاد خلصناها، بس انا عاوز اراجع السؤال ده تاني، وهو سؤال برضه نظري مهم. السؤال اهم سؤالين عندنا في الكيدني او ثلاث اسئله اكشن، هو الجلوميرولس والصوديوم والجلوكوز. فتعال نقولهم تاني، الجلوكوز، واوعى تنسى في عجاله هقولها، ان الجلوكوز هنتكلم عليه. انا اسف المفروض ينزلها كده، ده اللي خلى القصه لخبطت. الجلوكوز اوعى تنسى ري ابزوربشن،
عاوزك تفتكروا معايا اهو كل حاجة تلات نقط. الأول مقدمة من تلات نقط. هتسأل روحك أنت مش مذاكر كل حاجة في تلاتة ما عشقت مثل عشق النظام. جلوكوز نيوتريشنالي امبورتانت سبستنس، يبقى اختار الإجابة الصحيحة. وراء الخلق خالق، قوة عاقلة نسميها الله، مادة ذات أهمية غذائية، يبقى نعمل لها كومبليت ولا بارشال ريابزوربشن؟ كومبليت ريابزوربشن. طب نبتدي بيها ولا نأخرها؟ مادة ذات أهمية نبتدي بيها. يبقى فين؟ للطالب العادي في البروكسيمال تيبيول، للأوائل في الايرلي بارت، في الفيرست هاف اوف ذا بروكسيمال كونفيوليت تيبيول. مين القاطرة؟ انتوا فاهمين كويس قوي، هي الصوديوم. يبقى ده عربة قطار، يبقى ما بيدفعش فيه حاجة، يبقى سكندري اكتيف ري ابزوربشن، كو ترانسبورت مع الصوديوم. دي مقدمة من ثلاثة. طيب بعد كده تشرح لي ايه اللي حصل عند اليومينال بوردر وايه اللي حصل عند البيجراتر بوردر. القاطره شدته بس عن اليومينال بوردر، يبقى ساكن رياكتيف ترانسبورت ده عند اليومينال بوردر، شدته كله وبنت له مستوى عالي جدا في السيلز، اعلى مستوى في البلاد. عشان كده تاني نقله لوحده بقى هيعدي فروم هاير تو لور بالديفيوجن في كارير، يبقى فاسيليتيد ديفيوجن. يبقى اول نقله سكندري اكتيف ري ابزوربشن، ليه؟ لانه مع الصوديوم. تاني نقله بنفسه فروم هاير تور بس في كارير فاسيليتيد ديفيوجن. يبقى قلنا اول نقله الكارير بيشيل جلوكوز ويشيل صوديوم، يبقى الكارير از صوديوم ديبندنت وعليه سنسيتيف لل وانهيبيتد بيل فلوريدزين. انما في تاني نقله الكارير ما فيهوش صوديوم، صوديوم اندبندنت وعليه فلوريدزين انسنس لا يتاثر بالفلوريدزين. وقلتها بطريقه لذيذه، يبقى الكارير للصوديوم اندبندنت فلوريدزين انسنس. ادي ثلاث نقط وثلاث نقط. يبقى هنا سكندري اكتيف الكارير صوديوم ديبندنت وفلوريدزين سنس، هنا فاسيليتي ديفيوجن الكارير صوديوم اندبندنت فلوريدزين انسنس. طيب لو عندي ماده زي الوبين ببعض الصوديوم بوتاسيوم ديبيز، يبقى منعت السكندري اكتيف ريابزوربشن هنا. خلص. يبقى عملنا تسع حاجات، مقدمة من ثلاثة، ثلاثة عند اليومينال، ثلاثة عند البيزوراتر. حب النظام قوي. نيجي ثلاثة لعديهم ثلاث أرقام مهمين جدا لأي طبيب. الفاستنج بلاد جلوكوز ليفل كل واحدة فيها رقمين، 70 ل 110 ملي جرام بيرسنت أو دي ال يعني دي سليتر. طب رينا الثريشولد رقمين، لو عاوزها فينس يبقى 180 ملي جرام، عاوزها أرتيريال تبقى أعلى شوية 200 ملي جرام دي ال دي سليتر. طب التي ام جي ميل ولا فيميل؟ الميل اكبر شويه 375، الفيميل 300 ملي جرام بير مينيت. وقلنا ليه هنا؟ لانه ليه هنا في تيوبولار ماكسيمم؟